سلام، معكم نريمان. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم راني رايحه ندير لكم لا كريم وفرماج اللي كنت درتها ديجا في لي مونشون. لي زانغريديون تاعها واش نحتاجو؟ 4 مغارف تاع النشا اللي هي المايزينا، نحتاجو 2 حبات تاع البيض، نص لتر تاع الحليب، ونحتاجو لو فرماج فري الوزن 90 غرام، نحتاجو 2 حبات تاع لو فرماج بورسيون، ونحتاجو مغرف كبيره تاع مارغارين. نبداو بسم الله. نكسروا البيض تاعنا ونحطوه دون زين كاسرول، نزيدوا عليه هذاك النشا اللي هي المايزينا 4 مغارف كيما قلت لكم، ونخلطوهم لهنا. كي تخلطي البيض تاعك مع المايزينا حاولي كيفاش الخليط تاعك يندمج، لازم يندمجوا المكونات حتى يولي بيض كيما هكا. حاوليك بدون اضافات، ما نزيدولو حتى عفسه. ومن بعد الحليب تاعنا نقسموه اون دو ونبقاو نحطو غير بالعقل ونحركو. فوالا، هاد لا كريم هادي استعملتها في لي مونشون. راني رايحه نحط لكم الرابط تاعو ان شاء الله اسفل الفيديو. بعد ما تكملي تخلطي كامل المكونات مع بعض نحطوها فوق النار حتى تعقد لنا هذيك لا كريم. فوالا، اون فوا تبدا تعقد لي نحط الملح. لهنا ملحي عادي نورمال. ومن بعد هذيك المارغارين نقطعوها مربعات صغيره ونضيفوها للكريم تاعنا. المارغارين راهي رايحه تذوب مع لاكريم بالحراره تاع لاكريم. لهنا انا زدت هذاك 2 حبات هذوك تاع لو فرماج بورسيون وحطيت هذاك لو فرماج فري لا ميم شوز. حبيت نقول لكم لهنا باللي انا ياسي جوست حطيتها فوق النار باش تعقد لي. اون فوا عقدت لي خلاص لا كريم تاعي نحيتها من فوق النار وباقي المكونات ضفتهم بلا ما نحطهم فوق النار. هاي ليك لا كريم تاعنا بعد ما وجدت. فريمون هاد لا كريم هادي بزاف روعه واللذه تاعها ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها. استعملتها انايا في لي مونشون كيما قلت لكم، عندها استعمالات تقدري تستعمليها تاني. الا كان عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو، ابوني للقناة باش هكا يوصلكم كامل الجديد اللي راني رايحه نديره لكم ان شاء الله. خليكم على خير حبايبين.